بسبب عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، أصدر نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة تعميم رقم 1 لسنة 2017 والمتعلق بالضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة. التعميم تضمن عدة نقاط مهمة، لكن كان أهمها واللي صار هو حديث شارع البحريني، هو إيقاف اتخاذ أي إجراء قد يترتب عليها التزامات مالية مستجدة للبرامج والاحتياجات والمشاريع الجديدة، ووقف إجراءات القوى العاملة المتعلقة بالترقيات جميعها ما عدا ترقية نهاية الخدمة، ووقف الحوافز والمكافآت والتوظيف الجزئي الجديد سواء ضمن ميزانية المصروفات المتكررة أو مصروفات المشاريع اللي يبدأ سريان تنفيذها في الأول من يناير 2017. وأكدت الملاحظة الأولى في التعميم أن الإيرادات العامة للسنة المالية 2017 للدولة تحصل على أساس ما ورد في القانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنتين الماليتين 2015 و2016، وجاءت القواعد والإجراءات المتعلقة بالمصروفات العامة مكونة من 17 نقطة تتعلق بخفض المصروفات أو تجميدها لحين اعتماد موازنة 2017-2018 عموما. هناك في تساؤلات كثيرة تداولها الناس بعد قراءتهم حق هذا التعميم، في ناس تخوفت وفي ناس مطمئنة أن ما راح يحصل لها أي تضرر بعد هذا الخبر. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع مع النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الأستاذ جمال فخرو، هو معنا على الخط. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير أستاذ جمال فخرو. أول سؤال راح نتطرق له هو سؤال يهم كل شارع البحريني اللي تموا تنقلون الخبر، هل إذا تم إقرار الميزانية راح ترجع الأمور طبيعتها؟ يعني الموظفين راح يحصلون حوافزهم ومكافآتهم وأهم شيء الأوفر تايم حق اللي فعلا معتمدين عليه؟ يعني هو أنت ما قصرتي، قرأتي البند 2 من التعميم بالتفصيل، ولكن في الحقيقة البند 2 في عجز البند نفسه في آخر البند يقول وذلك لحين صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة مالتها 2017-2018. يعني معناه كل إجراءات الوقف اللي ذكرتيها أنت في بداية اللقاء سوف تستمر لحين إصدار قانون الميزانية، وبعد ذلك سوف يتم الصرف على الحلاوات وعلى المكافآت وعلى الزيادات وكل شيء ضمن الميزانية العامة الجديدة. طبعا الميزانية العامة الجديدة راح تكون فيها ضوابط معينة، ربما في أرقام الموازنة يكون في خفض لبند مصاريف الأوفر تايم، في خفض لبند مصاريف التدريب، في خفض لبند المصاريف العامة وهل المجرة. لكن الآن بحسب الدستور وبحسب قانون الميزانية لحين صدور الميزانية الجديدة يتم الصرف على أساس مبالغ الميزانية السابقة 2016 بمعدل 1/12، أي بمعدل شهر بمعدل الصرف الشهري على مدى السنة الكاملة، وبالتالي لا يمكن ان احنا نصرف مصاريف زياده لم تعتمد في سنه 2016. ومن هنا اتى هذا التعميم لكي يوضح او يضع بعض الـ يعني الباراميترز للوزراء وللاجهزه الحكوميه بعدم تجاوز معدل انفاق السنه الماضيه. أستاذ بس لو توضح لنا 1/12، شنو المقصود بواحد على 12 مرة ثانية؟ لأن الميزانية العامة للدولة حق 12 شهر، فيتم الصرف شهريا على أساس 1/12. يعني إذا كانت ميزانية وزارة معينة مثلا 120,000 فيصرف في شهر يناير 10,000، في شهر فبراير 10,000، بحيث لا يتجاوز الصرف الشهري ما يعادل 1/12 شهر من السنة. واضح سعادة العضو. قلت لنا هذه الأمور كلها مترتبة على الصرف الميزانية، من وجهة نظرك كتشريعي هل سوف يعني يطول إقرار الميزانية أو سوف يعني يتم التعجيل في بتها؟ والله الميزانية لحد الآن لم تحال من الحكومة إلى السلطة التشريعية، ويعني هو في الحقيقة لم تعتاد حكومة البحرين على التأخر في إصدار الميزانية أو إحالتها في الحقيقة للسلطة التشريعية منذ 2002. السنة طبعا بحكم الظروف المالية والاقتصادية اللي تعم المنطقة تعم البحرين بشكل خاص،
تم تأخير إصدار هذا الموازنة. هل سيتم إحالتها بصفة مستعجلة بحكم المادة الدستورية التي تسمح للحكومة بإحالتها بصفة مستعجلة، أو سوف تحال بصفة عادية؟ هذا الأمر في الحقيقة يعني من الصعب التكهن فيه الآن، لكن إذا أحيلت بصفة مستعجلة معناته عند مجلس النواب 15 يوم والشورى 15 يوم والمجلس الوطني 15 يوم لإقرار الموازنة، يعني في خلال 30 يوم أو حد أقصى 45 يوم تقر الموازنة. إذا لم تحال بصفة مستعجلة ففي الحقيقة أمام السلطة التشريعية الوقت الكافي لدراستها وإقرارها ومناقشتها مع الحكومة. بس أستاذ جمال، في الوقت الكافي اللي تتكلم عنه سعادتك، ممكن أن فعلا في موظفين يتوترون أكثر بسبب وقف علاواتهم اللي هم تعودوا عليها؟ لا، هو عادة إذا أقرت الموازنة فبيكون لها أثر رجعي، يعني إذا أقرت الموازنة في شهر 6 يبدأ العمل بالموازنة من شهر 1، وبالتالي إذا شخص كان يستحق الزيادة أو العلاوة أو المكافأة من شهر 1 سوف تدفع له الفترة السابقة اللي ما سلم فيها العلاوة مالته أو الزيادة مالته أو المبلغ المخصص له. أي حقوق للموظف سوف تكون حقوق مكتسبة له، لا يمكن أن تأتي الحكومة وتلغي هذا الحقوق. أستاذ جمال فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، شكرا لتطميناتك وشكرا لتطمين الشارع البحريني بأن الموضوع إن شاء الله كله يكون بس مجرد اعتماد الدورة المالية، وإن شاء الله كل الأمور تكون تمام إن شاء الله. شكرا جزيلا.